يخرج هذا الماتيريال كيف هذا بدي كاين الناس ماتوا استشهدوا في سبيل هذا الماء واليوم لازم نرجعوا لهم هذا المكان تاعهم هذا الامور اللي رانا نديروها اليوم ما نبقاوش ندير ميوزي نقلقوا وقال عندنا ميوزي صايي ونجيو بالمناسبة لا يبقى مفتوح لازم الناس تعرف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه ليوم مشهود نعيشه اليوم في هذا الموقع التاريخي وأمام هذا المعلم مقر الولاية الأولى التاريخية بقلب جبال الأوراس الأشم لإحياء الذكرى 62 للاستشهاد قائد شجاع وبطل من شباب الجزائر الذين خططوا ونظموا لاندلاع الثورة التحريرية الشهيد الرمز علي سويعي قائد الولاية الأولى التاريخية في معركة أبلى فيها البطل ورفقائه في الجهاد البلاء الأحسن إلى آخر قطرة من دمائهم لقنوا فيها المستعمر الغاشم درسا في الفداء والتضحية. داو السلاح ونتا ما ضاعش مسعود فرحات ينحل المحفظة فيها الطبع نتاع الولاية. تلقينا في الليل كي خرجنا من المعركة تلقيت معاهم. لقيت إبراهيم غوالي بيدو وقلت له كيفاش قال لي المكحل عطيتها المحضر الدراشي. راه هو رجع لسيالي باه يشوفوه ولكن سيالي علي سويعي رحمه الله قائد الولايه الاولى التاريخيه كان يضرب بالطيارات بسجاعه واقف يضرب فيهم حنا العسكر والمجاهدين كانوا متخلطين كنا متخلطين طيارات ما يقدروش يضربوا جنود ولا يضربوا علي سويعي كان قائد ولايه كان راجل ملتزم يحب المجاهدين ويحب الجنود ويهدرنا حتى على الشعب اللي هنا اللي كان يقاسي معنا وعايش معنا اللي هنا يقول هذا الشعب هذا اللي راح قايم بنا ان شاء الله يوم يجي الاستقلال لازمنا نقلبوا له الخير نتاعو كيف نقلبوه يقول نقلبوه وكيف نقلبوه يقول الشعب هذا اللي كان ضحى معنا تضحيه جسام قدم لنا اولاده وقدم لنا اكباده وراهم اليوم هم القيد نتاعنا يعني باختصار كان يقول وكان يخدمنا ولاد البلاد اللي هنا رانا ما نقدروش نعيشوا في البلاد هذه وبالفعل كانوا ولاد البلاد اللي هنا يعني هما العينين نتاع المجاهدين حتى اللي هنا كانوا جنود كانت من كل بلاصه يعني من الشرق من الغرب من الجنوب من, 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 من